وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، يعني زيارة إلى الصين من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأيضا يعني كانت استكملت هذه الزيارة العديد من اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي مع السفير الصيني. كيف تنظر إلى العلاقات المصرية الصينية؟ طبعا هي علاقات استراتيجية بحكم أن مصر والصين تربطهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجي، ومصر من الدول القليلة التي وقعت مع الصين مثل هذه الاتفاقيات، والعلاقات بتاريخها وبداية اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية في منتصف الخمسينات هي التي قادت لوصول الصين إلى مقعدها المستحق في الأمم المتحدة على حساب تايوان، وظلت العلاقات منذ ذلك التاريخ متبادلة تدعم فيها الصين مصر على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي. هناك حزمة من التبادل التجاري تصل لنحو 15 مليار دولار، منها 2 مليار لصالح مصر، علاوة على استثمارات صينية أهم ربما آخرها نشير إلى العاصمة الإدارية والمبنى الأيقوني ومنطقة المال والأعمال داخل العاصمة الإدارية بحوالي 20 مليار دولار من الاستثمارات، والقطار السريع الذي سيربط العاصمة بالعالمين. كل هذه المساهمات علاوة على المنطقة الصناعية الصينية في شمال غرب خليج السويس التي تعمل منذ سنوات وتعد أحد يعني مواطن قوة علاقات الصين بالدول الإفريقية، وترمز لها الصين دائما عند الإشارة المناطق الصناعية في الخارج، لو على تعاون طبعا أمني وعسكري. أضف إلى ذلك أن مصر بالنسبة للصين هي أحد ركائز الأمن والاستقرار في واحدة من أهم مناطقها الاستراتيجية في إفريقيا والعالم العربي، اللذان يرتبطان بعلاقات وثيقة وتبادل تجاري وتنموي عملاق، سواء كان 214 مليار فيما يخص القارة الإفريقية أو أكثر من ذلك فيما يخص عالمنا العربي. أي أن أمن واستقرار مصر هو مساحة للاستثمارات الصينية، أي أن الصين تستثمر من أجل أمن واستقرار، أحد مفاتيح أمنها واستقرارها في الصعيد الإفريقي الذي لديها فيه استثمارات كبرى أو في عالمنا العربي كذلك. نعم سيادة السفير، أيضا هناك العديد من اللقاءات الثنائية على هامش حضور السيد الرئيس دورة الألعاب الأولمبية، مثل اللقاء مع رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس شوكة ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان. هل ده يا فندم دلالة على توسيع العلاقات الخارجية؟ بكل تأكيد، يعني دعوة مصر في المقام الأول والرئيس عبد الفتاح السيسي تتجدد اليوم في أولمبياد بكين الشتوية، وقبل ذلك عندما تتولى الصين مهمة دولية كمجموعة العشرين تدعو الرئيس السيسي، عندما تدعو دول معنية بملف الحزام والطريق تدعو مصر إدراكا لموقعها الاستراتيجي وقناة السويس في قلب الحزام والطريق، إضافة إلى هذه الدعوة التي تأتي في مساحة من التوتر الدولي تكون بكين صاحبة الدعوة لمصير واحد وهدف واحد وحلم واحد، أي أن عولمة ذات طبع إنساني يقودها الجانب الصيني ومبادرة الحزام والطريق. لقاءات السيد الرئيس عادة تتم لبحث قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي وبحكم مكانة مصر الأوضاع الدولية، ولكن الأهم دائما هو بحث العلاقات الثنائية، فإذا لم تذهب إلى العالم جاء العالم إليك، فأنت في وسط نحو 20 من قادة الدول أو 30 من قادة الدول وملوكها، فرصة لعقد لقاءات متصلة لدعم استقرار المنطقة العربية والإفريقية، كذلك بحث أوضاع الدولية التي تلعب فيها مصر أيضا بحكم دورها الفاعل على الساحة الدولية، ولقاء الرئيس بجوتاريش وكذلك بالقادة الأسيويين، تعمل العلاقات الدولية وعلاقات مصر بأسيا وغيرها من البلدان التي التقى بها السيد الرئيس على هامش هذه القمة الهامة. شكرا جزيلا السيد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.